تعالوا بقى نروح يا حضرات لانطلاق الدوري ابطال اوروبا اللي كانت امبارح، وطبعا كلنا شفنا ماتشات نار بالمعنى الحرفي، وكمان كانت فيه نتائج غير متوقعه. وزي ما كنا بنقول لكم من شويه، احنا النهارده ان شاء الله فقرتنا الحواريه الاولى هتكون بالكامل عن الدوريات الاوروبيه بكل تفاصيلها بقى، شامله الميركاتو، الدوريات، دوري الابطال. بس طبعا كانت صدمه كبيره امبارح لكل عشاق وكل محبي تشيلسي بعد ما الفريق خسر اول ثلاث نقاط ليه. بس طبعا نرجع ونقول ده يعني دور المجموعات ولسه بدري، بس في المجمل اكيد هنشوف ماتشات حلوه جدا 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 الفتره اللي جايه، كما يعني يتماشى مع قوه الانديه اللي في الدوري. الحقيقه كلهم اقوى من بعضه، وده كله بيصب في مصلحه المشاهد اللي بيستمتع بوجبه كرويه دسمه. بص برضو لو هنتكلم عن ماتشات زي مثلا باريس سان جيرمان واليوفي امبارح، تاني كان اكثر من رائع بجد والله. اللي تابع الماتش انت ما شفتش الكوره قعدت اكثر بجد من 5-6 ثواني في رجل اللاعب قبل ما تروح للاعب التاني، في اثاره في اللعب، وده اعتقد هو ده او هي دي كره القدم الحلوه. لكن احنا نقعد نعمل باسات بقى ونرجع لورا والعمر يجري بينا ونقعد احنا على اعصابنا وجماهير يتحرق دمها، لا طبعا ده شيء صعب جدا. لكن تتكلم عن تمريرات بتكون اكثر من رائعه، أهداف بعد كده بتليها روعة، يعني حاجة بجد ممتعة كانت جدا، وهي دي اللي احنا نتمناها بقى، كرة القدم اللي نتمناها في مصر. على كل حال برضو لو هنروح على صعيد آخر، هالاند مش ممكن يا كريم، هذا اللاعب مش ممكن. ناس كتيرة جدا عايزة أقول لك بتشبهه بإبراهيموفيتش، بيقول لك ده إبراهيموفيتش المستقبل. ولو إن كمان عايزة أقول لكم هو أكثر يعني عنفا في الملعب وجدية واحترافية ممكن يكون عن إبراهيموفيتش في السن، نفس السن. لا لا هالاند مش طبيعي، كسر الدنيا بجد امبارح مع مان سيتي، كان أمام إشبيليا ماتش ولا أروع. على كل حال احنا عندنا برضو ماتشات كتيرة جدا النهاردة، عندنا بايرن ميونخ وإنتر ميلان، وعندنا ليفربول ونابولي، فيعني ده غير ماتشات تانية كتيرة، بس يعني هنتابع ونشوف. بس حاجة ممتعة طبعا لعشاق كرة القدم كمان الأوروبية، كلها ماتشات أحلى من بعض وأقوى من بعض بالظبط. وتاني نرجع ونقول ده في مصلحة كل محبي وعشاق الدوريات الأوروبية عموما المختلفة، لأن فعلا بنتفرج على كورة. مش هنقول ونقعد نتحسر، بس هنقول ونقعد نتعشم ان يبقى عندنا ولو حتى ربع اللي احنا بنشوفه في الماتشات دي. لا مش عايزين نتحسر يا ستي، الربع والله العظيم بصي هيعمل معانا فرق هستيري، بس ان شاء الله واحده واحده كده باذن الرحمن. ولازم طبعا يعني يكون في دأب في مساله واستدامه في مساله محاوله كل القائمين وكل المعنيين على اصلاح المنظومه الكرويه في مصر بكل تفاصيلها بقى، شامله التحكيم الى اخره.